أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي بعد رفع الجلسة في هذه الحلقة سوف نتوقف عند اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه. سنناقش بعد موافقة النواب على تشكيل لجنة التحقيق في المشروعات التي التزمت الحكومة الموقرة بإنشائها ببرنامج عملها بالإضافة إلى الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار الذي أحاله مجلس الشورى للحكومة الموقرة فابقوا معنا. احال مجلس النواب للحكومه الموقره اقتراحا بقانون بشان تعديل قانون نظام انتخاب اعضاء المجالس البلديه كما وافق المجلس على تشكيل لجنه للتحقيق في المشروعات التي التزمت الحكومه الموقره بانشائها ببرنامج عملها وقد شهدت جلسه مجلس النواب عرض ومناقشه ردود وزير شؤون الاعلام ووزير المواصلات والاتصالات حول عدد من الاسئله المقدمه لهما وافق مجلس النواب على تقرير لجنه المرافق العامه والبيئه بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون بشان نظام انتخاب اعضاء المجالس البلديه واحاله الى الحكومه كما وافق المجلس على الطلب المقدم من عدد من اصحاب السعاده النواب بخصوص تشكيل لجنه تحقيق حول بعض المشاريع الخدميه التي التزمت الحكومه الموقره بانشائها في برنامج عملها للسنوات 2015 2018 اضافه الى مناقشه اقتراح برغبه بصفه مستعجله بشان قيام الحكومه بالالتزام بالتوجيهات الملكيه بشان التوافق مع السلطه التشريعيه في موضوع اعاده توجيه الدعم لمستحقيه و مطالبتها بوقف قرار رفع أسعار البنزين لحين التوافق حيث تم تأجيل التصويت على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة إلى الجلسة المقبلة وناقش المجلس رد سعادة وزير شؤون الإعلام على السؤال المقدم من سعادة النائب محسن البكري حول الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل الاتصال الخارجي والداخلي وتكثيف التواصل مع المؤسسات الإعلامية في الداخل والخارج كما استعرض المجلس ردود سعاده وزير المواصلات والاتصالات على الاسئله التي وجهها النائب جمال علي بو حسن حول المعايير والشروط والضوابط الرقابيه على شركات الاتصالات والنائب علي يعقوب المقلى حول المعايير التي على اساسها تم اختيار الرئيس التنفيذي الجديد لشركه طيران الخليج والنائب جمال داوود حول الرؤيه المستقبليه لمجلس اداره شركه طيران الخليج حول موافقة مجلس النواب على طلب عدد من اصحاب السعادة النواب بخصوص تشكيل لجنة تحقيق حول بعض المشاريع الخدمية التي التزمت الحكومة الموقرة بانشائها ببرنامج عملها معي في استديو البرنامج سعادة السيد عادل حميد عضو مجلس النواب اهلا بك سعادة النهار. مرحبا صباح الخير سوير واشكركم واشكر التلفزيون على الاستضافة واشكر التلفزيون شكر خاص على متابعته لامور البرلمان مجلس الشورى والمجلس النيابي وصراحة يعني هو قاعد يغطي فعالياتنا ويبرز انجازات المجلس شكرا جزيلا لك على يعني هذه الاشياء اشكر اذا بدايه نتحدث عن تشكيل هذه اللجنه، ما اهميه او هدف تشكيل هذه اللجنه؟ اختصار تشوف تشكيل اللجنه هو نريد منه معرفه نسبه انجاز الحكومه في المشاريع الحكوميه المتفق عليها نعم طبعا احنا في 2015 ابتدينا الحكومه التزمت ب برنامج حكومي لمدة أربع سنوات بإنجاز مشاريع نعم. وإحنا قاعدين اللجنة هذه هدفها المشاريع الحكومية الغير منجزة أو المنجزة أو اللي تم إنجاز يعني النص منها والأكثر نعم. فقاعدين نتابع الموضوع بهذه الطريقة هي هدف اللجنة يعني بعد أربع سنوات يعني برنامج عمل الحكومة لمدة أربع سنوات يتم من خلال هذه اللجنة نعم. هو الوقوف عن ما تم إنجازه وما تم وما لم يتم, ما يتم إنجازه نعم. إذا هناك محاور بالطبع سوف تنطلق من هذه اللجنة هل نعم. تم وضع محاور أساسية أكيد أكيد تنطلق من هذه في عندنا عدة محاور إحنا المهم مثل ما قلت ليش الأربعة محاور اللي بنركز عليها نعم فيه. ما هي هذه المحاور المحاور الأولية المحور للخدمات التعليمية حيث التزمت الحكومه ببناء عشر مدارس نعم ويعني على ارض الواقع يعني صراحه يعني حسب معلوماتنا لم يتم انجاز هذا الموضوع. فهدف اللجنه هذا التدقيق في هذا الموضوع والجلوس مع المعنيين هل تم الجلوس قبل ان يعني نتحدث عن ما تم انجازه او لم يتم انجازه؟ هل سوف تم الجلوس على طاولة مع. لا أنا كنت أو هل هناك إحصائيات لدى هذه اللجنة للتحدث عن ما تم إنجازه وما. لا أنا كنت أتمنى أن اللقاء هذا يكون بعد ما تجتمع اللجنة. إذا إذا إيه 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 سوف نكون في إطار أهداف هذه اللجنة والآلية التي سوف لا تنطلق من. لا هذه لأن اللجنة إحنا إحنا لا ما اجتمعت اللجنة وفي الأسبوع القادم راح اجتمع أول اجتماع لنا وراح نحط المحاور الأربعة اللي أتكلم لك عنها والمحور التعليمي ومحور الخدمات والرعاية الصحية. ومحور الخدمات الإسكانية ومحور الرعاية والتنمية الاجتماعية هذه نعم. هاي المحاور اللي راح نركز عليها لأنها هي تهم المواطن والخدمات التي تقدم للمواطن والخدمات التي تقدم للمواطن من خلال هذه المحاور نعم, نعم. إذا يعني هناك آلية هل سوف يتم وضع آلية محددة للتعامل مع هذه في هذه اللجنة؟ وضعتم المحاور نعم. إذا ما هي الآلية التي طبعا بالنسبة للمحور الأول الخدمات التعليمية راح نجلس مع الوزاره وزاره التربيه او وزاره المعنيه او وزاره الخدمات اللي ممكن إنجازها وراح نشوف الاليه ما تم انجازه وما لم يتم انجازه ما تم انجازه راح طبعا تكون في زياره ميدانيه نعم. من اللجنه الى الى المشاريع المنجزه ما لم يتم انجازه راح ندقق ليش ليش لم يتم انجازه لغايه الان او تم مثلا جزء منه وليش التاخير لان احنا مثل ما تعرفين عندنا اربع سنوات انقضى منها ثلاث سنوات باقي عندنا حوالي سنه واحده نعم فراح ندقق على فعل في السنه هذه راح تكمل الانجاز ما وعدت به الحكومه في البرنامج نعم. نعم ولكن خلال هذه الفتره لماذا لم يتم يعني الجلوس مع الحكومه ومتابعه مثل هذه المشاريع نعم نعم هل تم هذا بالفعل نعم. كلامك صحيح وتم بالفعل من خلال المجلس من خلال اسئله الساده النواب نعم. الى الوزراء المعنيين وكان في يعني على مدى الثلاث سنوات الماضيه كان في طبعا متابعه يعني بصوره مستمره عن ما تم انجازه من ناحيه كل كل نائب مثلا في منطقته اذا عنده مثلا مشروع لم يتم انجازه يسال الوزير سؤال برلماني بس احنا كلجنه وقتها صحيح الان لأن ما تقدر مثلا تدقق بعد سنه من برنامج عمل الحكومه ما كان يمدي انهم مثلا ينجزون شيء فالحين باقي حوالي ثلاث سنوات ثلاث ارباع المده باقي ربع المده ده الوقت المناسب ان اللجنه وجود مثل هذه اللجنه وجود مثل هذه اللجنه هل وجود هذه اللجنه هي يعني سوف يعني من خلال هذه اللجنه تحديدا كيف سوف يتم التعامل مع المشاريع الغير منجزه؟ هل سوف يتم وضع اليه اخرى ايضا؟ نعم. نعم شو المشاريع غير منجزه راح احنا نرفع تقرير طبعا للمجلس النيابي نعم. هو المعني بالمسائل السياسيه والمسائل للحكومه احنا احنا يعني اه واجبنا كلجنه نعمل تقارير ونرفع التقارير عن المشاريع المنجزه والغير منجزه واللي تم جزء منها انجاز جزء منها راح نرفعها طبعا الى المجلس المجلس هو صاحب القرار نعم. تصويت على ال... على انه هل المحاسبه هل الجلوس مع الوزراء هل محاسبتهم هل سؤال برلماني هل استجواب راح يكون يعني بالنسبه اللي نحطها في في تقارير اللجنه هي اللي بتحدد ذلك نعم. نعم هناك من يعتبر ان تشكيل مثل هذه اللجنه جاء متاخرا نعم. وانها جاء كرد فعل على القرارات الحكوميه الاخيره التي تم لا الخارج. بالعكس يعني انا يعني اكد لك ان هذا ما له علاقه بالقرار الحكومي الاخير هذا شيء مختلف هذا برنامج عمل حكومة قررت الحكومة في 2015 لمدة أربع سنوات بالتوافق مع النواب وبعد جلوس جلسات طويلة مع الحكومة يعني ما له يعني علاقة بموضوع الدعم الحالي نعم, نعم. اذا ذكرت سعاده النائب بان هناك سوف يكون هناك زيارات ميدانيه نعم. هناك يعني جلوس مع الوزراء الساده الوزراء سعاده الوزراء يعني للتعرف على ما هي هذه نعم. المشاريع نعم. هل سوف تطالبون بان يكون هناك ارقام واحصائيات ايه؟ للتعامل مع هذا أكيد مع اكيد اكيد مثل ما قلت لك مثلا عندنا احنا مثلا في المحور التعليمي. نعم. المحور التعليمي المحور التعليمي المفروض عندنا كان عشر مدارس طبعا راح نجلس مع مثل ما كلمتك قبل نعم نسمع مع الوزاره او مع الوزاره الحكومه ونعرف ليش ليش ما تم انجاز عشر مدارس حسب الاتفاق. نعم. المحور الثاني عندنا اللي هو المحور الخدمات الصحيه كان مفترض الحكومه انجاز ست, ست مستشفيات نعم. سته مستشفيات ومراكز طبيه متخصصه في مختلف محاضرات المملكه وانشاء اربع مراكز صحيه عامه لماذا لم يتم إلى لما لم يتم إنجازها أو تم مثلا منها ومتى سيتم استكمالها؟ نعم طبعا راح يعني دقق اللي عمل اللجنة هدف اللجنة هذا هو والمحور الثالث مثل ما قلت لك توفير 25 ألف وحدة سكنية إذا كما ذكرت بأن هناك هل هناك بيانات عندكم هل لديكم البيانات المحصورة البيانات طب المشاريع طبعا 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 هل تم تزويدكم بها نعم نعم وراح راح نطلب بيانات أكثر عن كل محور من المحاور هذه احنا يهمنا المحاور الخدمات اللي هي تم المواطن حاليا. نعم. وعندك مثلا اللي هو الاسكان. نعم الاسكان ما ننكر انجازاتهم طبعا، الاسكان نعم. يعني انجاز كبير هو على المدى الثلاث سنوات اللي راحت، بس هل سيتم انجاز 25,000 وحده سكنيه حسب وعد الحكومه؟ نعم. هذا مهم في الموضوع يعني نعم. هذا هذا راح يكون المحور الرئيسي اللي راح ندقق عليه. ما هي الأسباب التي وراء عدم إنجاز هذه المشاريع؟ نعم إذا سادة النائب يعني كيف يمكن يعني ما هي أبرز الملاحظات بالطبع خلال ثلاث سنوات مضت كان هناك بعض الملاحظات التي يعني لدى السادة النواب ما هي أبرز هذه الملاحظات؟ ما هي أبرز الوزارات التي يعني؟ يتم التركيز عليها, عليها نعم. التدقيق عليها راح ندقق احنا على على وزارتين اكثر شيء نعم اللي هو وزاره التربيه انجاز المدارس مثل ما تعرفين لان العلميه التعليميه هي اليوم محور التنميه محور التنميه في, محور التنمية في البلد وهذه راح يكون التركيز عليها بصوره مستمره والمحور الثاني محور الاسكان يعني اليوم اللي يهم الناس يعني السكن وراح نشوف شنو شنو المعوقات شنو اللي عند الوزاره وهل سيتم انجاز 25000 وحده سكنيه في خلال السنه المتبقيه وكم إن تم انجازه حاليا فراح ندقق على جميع الامور هذه يعني من الالف للياء. نعم, نعم في ختام هذا اللقاء ايه اشكر سعاده السيد نعم عادل الحميد عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك شكراً على هذه الاستماع. <applause> توافقت اللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقي على تشكيل لجنة فنية مصغرة تبحث التفاصيل المتعلقة بالدعم والوصول لتعريف مشترك لمستحقي الدعم ومعايير تحديد الشرائح المستحقة على أن لا يتم المساس بمكتسبات المواطن دعت اللجنه إلى وقف أي اجراءات أو قرارات جديده تتعلق بزياده الرسوم أو الأسعار على السلع أو الخدمات الحكوميه لحين انتهائها من الاجتماعات المشتركه مع الحكومه والوصول لصيغه توافقيه تحقق المصلحه الوطنيه في ظل الظروف الاستثنائيه التي تمر بها المنطقه والمملكه على حد سواء. تلبيه لدعوه من مجلس النواب العراقي قام مجلس وفد من مجلس النواب بزياره الى جمهوريه العراق التقى خلالها بفخامه الرئيس العراقي فؤاد معصوم وبالقيادات البرلمانيه العراقيه اشاد الوفد بحرص الاشقاء في العراق على تعزيز سبل التعزيز والتنسيق المشترك مع مملكه البحرين مؤكدا موقف مملكه البحرين الراسخ من الحفاظ على امن واستقرار العراق ووحده شعبه الكريم مؤكدين أن هذه الزيارة ستؤتي ثمارها في تعزيز التعاون البرلماني البحريني العراقي ودعم سبل السبل في كافة المستويات بين البلدين الشقيقين شهدت جلسة مجلس الشورى الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشان الميزانية العامة وقد اوصت اللجنه بالموافق على المشروع المذكور حيث يهدف المشروع الى الزام وزارات الدوله والجهات الحكوميه بتقديم تقارير دوريه عن تنفيذ المشاريع التي تقوم بها وذلك بهدف تقييم انجازات تنفيذ هذه المشاريع وتعزيز مبدا الرقابه برصد حالات التاخير في تنفيذها أحال مجلس الشورى للحكومة الموقرة الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بصيغته المعدلة بعد الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي اعتبرت أن الاستثمار له دور أساسي في الحياة الاقتصادية بالتالي لا بد من وضع إطار قانوني يعنى بتشجيع وحماية الاستثمار في مملكة البحرين جاءت موافقه مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بشان تشجيع وحمايه الاستثمار لما له من دور في تشجيع وحمايه الاستثمار ووضع اطار قانوني يعنى بتشجيع وحمايه الاستثمار في مملكه البحرين مع تبني الحكومه لسياسه مشجعه على نمو بعض القطاعات والصناعات دون غيرها عن طريق اعطاء بعض المزايا والحوافز والاعفاءات التشجيعيه بما يجعل هذه الاستثمارات تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد البحريني وتنويع مصادر الدخل وضمان التنميه المستدامه وتوفير مناخ استثماري ملائم واوضحت لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه في تقريرها للمجلس ان تهيئه الاطار القانوني المناسب للاستثمار في ظل تعاظم المنافسه الدوليه على جذب الاستثمارات تعتبر احد العناصر المهمه لتحسين بيئه الاستثمار ورفع درجه الثقه في جداره النظام الاقتصادي واكدت اللجنه ان وجود تشريعات تعنى بتشجيع وحمايه الاستثمار سيسهم في تعزيز القدره التنافسيه للاقتصاد الوطني وستساهم في تحقيق الخطط السياسيه والاقتصاديه حديث أكثر عن الاقتراح بقانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار معي في الاستديو سعادة السيد درويش المناعي عضو مجلس الشورى ورحب بك سيد درويش أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لمشاهدي قناة تلفزيون البحرين ولك الأخت سهير ولا تلفزيون البحرين وأشكر تلفزيون البحرين على إتاحة الفرصة لإعطاء لمحة عن هذا المقترح إذا نتكلم بداية كيف جاءت فكرة تقديم هذا المقترح؟ في الواقع هناك حدث طريف لي في بداية 2014 لما جلالة الملك الله يحفظه ورعاه توجه إلى جمهورية الهند الصديقة وأنا لشرف أن أكون مع الوفد المرافق وهناك عقد مؤتمر وقام بالمؤتمر مجلس التنمية الاقتصادي وحضر المؤتمر العديد من الشخصيات التجارية في الهند أحد الهنود على يميني سألني لما سمع المزايا المملكة تمنحها للمستثمر قال أين أحصل على قانون الاستثمار في ذيك اللحظة أنا لم أعطي انتباه لهذا الموضوع فقلت له لما نطلع على الكوفي شوب نعم حعرفك على الجماعة وإن شاء الله حتحصل على ما تريد في الواقع بعد ما طلعنا وعرفت على الإخوان واهتموا به وعطوا ما يريد لما عدنا مرة ثانية جلسنا قال لي أنا طلبت قانون أعطوني كتيبات طبعا أنا أجبت بأسلوب دبلوماسي وقلت له أنا كل كلمة مكتوبة هذه مملكتي معترفة به وتأيده وهذه ليست كتب سياحية نعم فبعدها في نفس العام في النهر في نهاية منه يعني حظيت بثقة جلالة الملك وعينت في مجلس الشورى. وأول يوم في الجلسة للجنة طلبت في تحت ما يستجد إن أنا أتقدم بمقترح، وبالفعل بدأت هاي الفكرة. نعم، إذا تعرفنا على بداية يعني كيف جاءت هذه الفكره؟ ولكن ناخذ لمحه عن هذا القانون، عن مقترح قانون الاستثمار. هو في الواقع احنا عندنا فراغ تشريعي في البحرين، والله الحمد البحرين متقدمه في الكثير من التشريعات، يعني انا اضرب لك مثل عندنا تشريعات لم توجد في العالم العربي وفي كثير من الدول يعني مثلا تشريع شركات الخلايا المحميه. الشراكات الاستثمارية المحدودة لكن ينقصنا قانون للاستثمار فأقلب الدول العربية لديها قانون فلما أنا اقترحت هذا القانون كنت حابب أن يكون البحرين تواكب هذه الدول وبعض الدول اللي حوالينا عملت تعديلات على القوانين بما يتماشى, يتماشى مع الظروف الحاليه نعم اذا كيف يساهم هذا المقترح في دعم الاقتصاد الوطني خاصه وان رؤيه 2030 المملكة ترتكز على المحاور الاقتصاديه وتشجع على الاستثمار وحمايه المستثمر شوفي اختي البحرين بيئه استثماريه جيده نعم. البحرين الله هباها بجزيره كل الشواطئ حواليها ممكن هذه يستقل البحرين حاضنه لعده طوائف لعده سجناس البحرين لها تاريخ فيجب ان نستقلها طبعا هناك معوقات والقياده الحكيمه تحاول تقليص هذه المعوقات عندنا الرؤيه الاقتصاديه ل 2030 والتي آه تنقلنا من اقتصاد يعتمد على الثروات الطبيعية اللي هي النفط إلى اقتصاد قائم منتج منتجاته قابلة للمنافسة عالميا فإذا وفي الظروف الحالية الآن احنا يجب أن نتبع سياسة توزيع تنويع مصادر داخل الدخل, الدخل, الدخل المصادر الدخل لذلك على أساس أن احنا نبدأ بهذه الاسلوب يجب ان يكون عندنا قاعده، والقاعده نعم. هو تشريع موجود نافذ على اساس انه يطمئن المستثمر ويعرف ما هي مزاياه وهكذا. نعم، اذا نتحدث عن الماده رقم اثنين في هذا القانون تحديدا وهي مجالات الاستثمار، ما هي المجالات التي تم تحديدها من خلال هذا القانون؟ الان لا يوجد هناك تفصيل للاستثمار. نعم. انا اوجدت هذه المجالات في ثماني مجالات اللي هي مثلا المشاريع الصناعيه المتاحه للقطاعين الخاص والمشترك، المشاريع الزراعيه بشقيها النباتي والحيواني، مشاريع الثروه البحريه، مشاريع الفنادق والمطاعم بمختصر مشاريع التطوير العقاري وهكذا. التاسع المشاريع الاخرى التي يقرها مجلس الوزراء اعطينا هذه كلها طبعا ومنها مشاريع التطوير التعليم والتدريب لجميع المراحل هذه كلها في حزمه واحده تحت مجال الاستثمار نعم ننتقل الى الماده الثالثه والتي تحدثت عن المزايا التي تقدم او هناك مزايا ما هي اهم المزايا التي تم طرحها او مناقشتها من خلال هذا القانون اختي سهير احنا عندنا مزايا بس انا ابي اوضحها للمستثمر نعم. انا ما زيت على المزايا اللي موجودة الان عندنا في قرارات وليس في قانون نافذ م. وهذه المزايا انا حطيتها في في الماده رقم ثلاثة وهي تعتبر تسع مزايا، يعني مثلا الاحتفاظ بسرية المعلومات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، هاي مهمة. مسك دفاتر خاصة بالمشروع. المزايا المترتبة على الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة والتي تعني بتشجيع وحماية الاستثمارات وبعد أخذ موافقة الجهات المعنية. منح المستثمر الاجنبي والعاملين في المشاريع الاستثماريه من غير المواطنين حق الاقامه في المملكه وتسهيل دخوله وخروجه من البلاد دون الاخلال بالقوانين الاخرى الساريه وهناك كثير منها يعني يجوز المستثمر الاجنبي المرخص له بموجب هذا القانون تملك العقارات اللازمه لقرض السكن عماله او بعض منهم وفقا لاحكام القوانين يعني اذا هذه المزايا موجوده ولكن اردت من خلال هذا القانون ان يكون هناك مزيد لازم من لازم ابرزها نعم. للاجنبي لان اصبح الان ما هي الاليه التي سوف يتم ابراز مثل هذه المزايا وتعريف المستثمر بوجود مثل هذه المزايا؟ هذا القانون هو سيبرزها لما احطها انا في قانون احط الالتزامات واحط الضمانات انتم يعني وضعتم هذا القانون ولكن من سوف يعني يقوم بايضاح مثل هذه القوانين هل سوف تكون مسؤول وزاره الصناعه والتجاره هل وزاره وزاره الدوله هذه متروكه الى رئيس الوزراء نعم ان يعين الجهه المسؤوله عن تنفيذ احكام هذا القانون هاي ما نصت عليه الماده 3 فت... نعم نعم وفي الواقع في بدايه دراستي للمقترح انا تقدمت بهي عامه للاستثمار ملازمه مع تشجيع حمايه الاستثمار لكن باسباب الظروف اللي المنطقه مرت والدول اللي تعتمد في مصدرها الرئيسي على النفط نعم. وانخفاض النفط اصبحت الدول هذه تحاول ترشيد الانفاق وتقليص الجهات التنفيذيه فلذلك من باب اولى ان انا ابعد الهيئه والمواد المتعلقه عن الهيئه لغايه ما تتحسن الظروف. نعم. وأقلب واغلب الدول اللي انا طلعت عليها ودرست بكثافه عندها يا اما هيئه عامه او مجلس اعلى او لجنه عليا او آآ آآ مجلس وطني للاستثمار. الان انا تخليت عن هذه وضعت كل التركيز على تشجيع وحمايه الاستثمار. اذا هناك تعرفنا على مجالات الاستثمار، تعرفنا على الامتيازات التي تقدم للمستثمر ولكن هل هذا القانون سوف يعطي ضمانات للمستثمر؟ طبعا طبعا قبل لا نروح حق الضمانات في هناك شروط المزايا التفضيليه. طبعا هاي متروكه في يد مجلس الوزراء. اذا كان المملكة تريد إنماء منطقة معينة تعطي شروط تفضيلية على الآخرين إذا مشروع له بوادر جيدة في تشغيل الأيد العاملة تطوير منتج معين تعطي أفضلية عن المزايا اللي أنا ذكرتها من ناحية الضمانات طبعا يتمتع المستثمر بموجب حكام هذا القانون بالضمانات الآتية في حال استيفاء جميع الشروط عدم اتخاذ أي اجراء يؤدي الى حرمان المستثمر من ملكيه راس المال او جزء منه بشكل مباشر او غير مباشر بوسائل التأمين طبعا احنا ما عندنا تاميم لكن انا لازم اذكره او المصادره او نزع الملكيه الا وفقا للقانون عدم الحجز على اموال مشروعه او تجميدها او التحفظ عليها او فرض الحراسه الا وفقا للقانون عدم فرض قيود على حقه في اعاده راس ماله وارباحه واي حقوق اخرى ناتجه من الاستثمار وهكذا في كثير. هناك الكثير من الضمانات. طبعا. اذا تعرفنا على الضمانات ولكن في حال ان لم يلتزم او لم يستوفي هذا المستثمر لهذه الشروط، هل هناك هل القانون وضع بند يفصل فيه في هذا الموضوع؟ طبعا اختي احنا اعطينا المستثمر المزايا والضمانات. وضعنا له الالتزامات فاذا من باب اولى ان هناك اجراءات تاديبيه للمخالفه لهذه الالتزامات وخذنا حيز لها مثلا في حاله مخالفه المستثمر لاحكام هذا القانون او بنود العقد المبرم بينه وبين الجهات المختصه تقوم الجهات المختصه باتخاذ الاجراءات الاتيه وفقا لاحكام القانون المعمول به اندار انذار المخالفه كتابيا بطلب الايقاف الفوري، هاي في الاول. بعدين في حاله اصرار المستثمر على عدم ايقاف المخالفه وازاله اثارها والقضاء وانقضاء المده المحدده يجوز الجهه المختصه اتخاذ الاجراءات التاليه وهي الحرمان الجزئي او الكلي من المزايا والاعفاءات اللي تكلمنا عنها. عنها وممكن رجاع هذه المزايا والاعفاءات متى ما اصلح المخالفه و... اذا هذا القانون سوف ياتي يعني شاملا وافيا لكل ما نعم. يحمي المستثمر ويعطي ضمانات من خلال الاطلاع على هذا القانون وجدت بان هناك بعض الدول لديها قوانين قوانين قانون للعربي وقانون للأجنبي، لكن في في هذا القانون لم يكون هناك استثناء، لم يكن هناك فصل. أنا من اطلاعاتي إلى 17 دولة عربية عندهم مثال هذه القوانين. نعم. بالفعل عندهم قانون للمواطن، وقانون للأجنبي. إحنا مملكتنا لا تفرق ما بين المواطن والأجنبي. فلذلك أنا استثنيت هذه وقلت المستثمر، وأقصد بها في التعريفات. المواطن والاجنبي وهذه اهم شيء وهذا اللي تتميز به المملكه نعم سؤال الاخير ربما يتحدث عن الملامح الاخيره لهذا القانون اين سوف يصل وماذا هو مصيره بعد فتره هو حسب المتبع في اللائحه الداخليه لمجلس الشورى نعم. بعد ولله الحمد موافقه الاغلبيه من الاخوان الاعضاء سيحول الى الجهه التنفيذيه لدراسته ومناقشته قد يكون هناك اضافات حذف او تعديل من مواده وهذا شيء طبيعي من ثم يرجع لنا كمشروع للسلطه التنفيذيه بشطريها ويدرس المواد ونفس الشيء اضافه حذف تغيير وهذا ممكن امل ان الفتره هذه تكون سريعه حتى يصادق عليه جلاله الملك الله يحفظه ويرعاه ويكون نافذ و لاجل ان يسد الفراغ التشريعي اللي الان موجود نعم خاصه وان الظروف الاقتصاديه تحتم بان يكون هناك قانون مثل طبعاً هذا طبعاً. يحمي ويشجع على الاستثمار اذا كان معنا سعاده السيد درويش المنع عضو مجلس الشورى شكرا جزيلا لك السيد. شكرا لكم جزيلا مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا لهذا الاسبوع من برنامجكم بعد رفع الجلسة على امل اللقاء بكم الاسبوع المقبل هذه اطيب تحيه مني انا سير عصفور وفريق العمل الى اللقاء